يعني ما حدش هيجي مثلا يقول لك انت الراجل اللي كان بيتريق على خلق الله اهو مش عارف ايه. لا ده مش دي مش حتى كمان لو شهرة مش هتبقى شهرة كويسة او مش هتبقى شهرة حلوة او هتبقى وصمة سيئة جدا في التاريخ بتاعك كواحد بتعمل فيديوهات اساسا ومستمر فيها. وقررت الحاجة الوحيدة اللي انا اقدر اعملها اللي انا افيد الناس باي معلومة حتى لو كانت صغيرة، بس لازم تكون في معلومة مهمة ان هي تفيد الناس، لان المعلومة هي اللي بتفضل وكل ده بيضيع. السلام عليكم. طلع لكم النهارده بس من غير اكسسوار ولا اي حاجه خالص وبقرعتي وكله تمام، ولا من غير نظاره ولا من غير اي حاجه خالص. كنت بس عايز اتكلم معاكم على حبه حاجات كده زي اخواتي. كان نفسي اعمل الموضوع ده لايف بس بحب دايما اتجاوب في اللايف وكده، فمش هقدر اقول كل المعلومات في الفيديو ده وهي لايف يعني. انا النهارده المفروض بعمل فيديوهات بقالي اكتر من 10 سنين على السوشيال ميديا عموما. كنت بدأ في اليوتيوب الاول، وبعد كده هو بعد ما زبطنا الدنيا في اليوتيوب شويه رحت راجع للفيسبوك تاني هكذا يعني. بدات اتنطط من المنصات زي ما بيقولوا كده. فكنت عايز بس اتكلم لان في ناس كتيره جدا كلمتني قالت لي طب ما تعمل محتوى اكل، طب ما تعمل محتوى كذا، طب ما تعمل محتوى مش عارف ايه الكلام الجميل ده. فانا النهارده بس كنت عايز اوضح كذا نقطه كده للناس عشان خاطر نبدا بس نفهم مع بعض الدنيا عامله ازاي والدنيا شكلها عامله ازاي. في فترة من الفترات المفروض ان انا كنت بعمل مجهود كبير جدا وما بلاقيش اي حاجة مثلا من مشاهدات او كده يعني كانت بتحصل، ودي حاجة من الحاجات اللي كانت بتزعل اي حد صانع محتوى يعني. بس اكتشفت في الاخر ان الموضوع مش موضوع مشاهدات بس اكتر ما انت بتعمل حاجة مهمة ان المفروض ان هي الناس تتفرج عليها والناس ان هي تتابعها والناس ان هي تقدر توصل لها المعلومة دي. ده اهم بكتير من اي حاجة انت ممكن تقدر تعملها مثلا يعني بتعمل فرقعه في الوقت دوت خلاص. عشان كده بتلاقي في ناس كتيره جدا مثلا عندها المحتويات بتاعتها مثلا بتاعت بيت بتاعت اكل بتاعت شرب بتاعت فلوج بتاعت حاجات زي كده كتير يعني. ولو ان في فلوجات على فكره خلي بالكم انا مش معترض على القصه دي، لان موضوع الفلوج اساسا مهم جدا ان هو كونه ان هو بيوري لك المكان شكله عامل ازاي. فده ده 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 حاجه مهمه، ده حاجه مهمه وحاجه شايف ان هي كويسه يعني. اعتراضات كتير جدا كنت بقابلها في الموضوع دوت، وكنت حاسس ان انا السيف اللي هيصلح الكون. فكان فيها محتويات كتيره جدا ما كانتش بتعجبني، وكنت بطلع ان انا انتقدها وكنت بتكلم بعنف، وكنت احيانا كتير كانت بتوصل لسخريه وتريقه وضحك وكده. حسيت في الاخر ان الموضوع جايب مع الناس والناس مبسوطه بيه وكده، بس هو في شقين. الشق الاولاني اللي انت بدات تشهر الشخص اللي انت بدات تتكلم عنه، والشق الثاني ان هل انت مبسوط وانت بتعمل ده؟ يعني انت سعيد اللي انت بتعمل ده، اللي انت بتتريق على الناس، اللي انت بمسخر الناس من الاخر يعني كينج اوف ميمز زي ما بيقولوا يعني، مبسوط بحاجه زي كده يعني. وده كان بيضايقني جدا على الرغم ان الفيديوهات اللي انا كنت بعملها دي اللي هي بتاعت الرياكت اللي انا كنت بعملها على طول اللي هي الرد الفعل دي كانت بتجيب مشاهده كبيره جدا كبيره جدا فوق الخيال. انا لفتره قريبه قررت القصه دي مش عايز اعملها خالص، وقررت الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اعملها اللي انا افيد الناس باي معلومه حتى لو كانت صغيره، بس لازم تكون في معلومه مهمه ان هي تفيد الناس، لان المعلومه هي اللي بتفضل وكل ده بيضيع. يعني ما حدش هيجي مثلا يقول لك انت الراجل اللي كان بيتريق على خلق الله اهو مش عارف ايه. لا ده مش دي مش حتى كمان لو شهره مش هتبقى شهره كويسه او مش هتبقى شهره حلوه او هتبقى وصمه سيئه جدا في التاريخ بتاعك كواحد بتعمل فيديوهات اساسا ومستمر فيها. من فتره صغيره قابلت واحد صديق ليا برضو كان في الميديا يعني وكده، لقيته بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني نازل من عربيه الله اكبر ربنا يزيده ويبارك فيه يعني. كان نازل من عربية موديل السنة ألماني مرسيدس يعني من الآخر يعني موديل السنة. إيه ازيك عامل ايه اخبارك يا هارون الدنيا مش عارف ايه بتاع. قلت له والله تمام الحمد لله زي الفل مية مية اخبارك انت ايه والدنيا عاملة معاك ايه وبتاع. فرد عليا يعني قال لي حاجة كده بصراحة بيني وبينكم هي ما ضايقتنيش اكتر من اللي هو يعني ايه اللي هو انت لسه زي ما انت. فهو اللي انت لسه زي ما انت يعني ايه لسه زي ما انت؟ ايه المشكلة اللي انا لسه زي ما انا؟ يعني انا الحمد لله رب العالمين بحمد ربنا سبحانه وتعالى على كل ان ربنا سبحانه وتعالى اداها لي يعني. فيعني ايه اللي انا اكون زي ما انا؟ الحمد لله انا مبسوط اللي انا اكون زي ما انا، والحمد لله مبسوط اللي انا زي ما انا. هو عايز يوصل لي او يوضح لي ان في ناس كتيره كانت موجوده في موضوع الميديا دوت وصلت لنقط كبيره جدا وانت فضلت زي ما انت ما وصلتش او ما عملتش اي حاجه. بس السم في العسل في القصه اللي زي كده
ان انا الحمد لله لسه زي ما انا، بس لسه قدامي الطريق طويل. ممكن اكون في ناس كتيره جدا بدات تعرفني الحمد لله رب العالمين، بس انت كنت انت زمان ودلوقتي ما بقيتش انت، فهو ده الفرق ما بين الحاجتين. اللي انا عايز اوصله ايه، في محتويات كتيره جدا كانت موجوده على السوشيال ميديا وما زالت موجوده، بيفتحوا بيتهم وبيتفرج على الحاجات اللي المفروض ان انت ما تتفرجش عليها. انا من رايي الراجل اللي بيصور البيت عنده يعني ده، وبيجيب مراته وبيجيب عياله وحاجات زي كده، ده بني ادم ما يبقاش راجل. ده من اسهل المحتويات اللي موجوده في الدنيا، ومن اسهل ان اي حد ممكن يعمل الموضوع دوت ويعمل القصه دي ويعمل الشخصيه دي. كونك اللي انت بتصور بيتك، كونك اللي انت بتصور مراتك، كونك اللي انت بتصور اي حاجه من الحاجات اللي زي كده، ده سهل جدا، مفيش حد يقدر يعني هيقل عنه خالص. ده بالعكس من المحتويات السهله جدا، السهله جدا يعني. والغريب يا جماعه كمان ان هو حتى احنا مش هقول ان احنا مجتمع شرقي ومجتمع كده، يعني انت المفروض برضو يبقى في تستر على بيتك. يعني انت النهارده في حاجات بتحصل في البيت، واحده لابسه مثلا جلابيه جيل ولا بتاع حاجات، ده ما ينفعش يا جماعه. انا شايف ان هو ما ينفعش ان دي حاجه زي كده تحصل في البيت او تحصل في مكانك اللي انت تصورها للناس. ده دي كارثه كبيره جدا. بعد كده بقى ما ترجعش بقى تقول اصل انا اتحسدت، اصل انا اتخزوت، اصل انا اتبهدلت، اصل انا عيالي تعبت، اصل انا مراتي عندها مش عارف ايه، اصل انا مش عارف ايه. انت اللي فاتح بيتك للناس، فاكيد 100% هيحصل حاجه زي كده. في ناس بتتفرج عليك يعني في قلوبهم مرض، اكيد 100% يعني من الناس اللي بتتفرج عليك كلها مش سليمه يعني صحيا، ان هي مثلا لا، في ناس كتير ممكن ان هي ترميك بالعين وتحسدك، فانت ما بتاخدش بالك من القصص دي، وبعد كده بتيجي تتكلم في الاخر اصل العين صابتنا ورب العرش نجانا والكلام الجميل دوت. انت اللي عملت في نفسك كده، انت حضرتك اللي عملت في نفسك كده في الاول وفي الاخر، وانت اللي فتحت لنفسك البيت عشان خاطر ناس كتير تبدأ تتفرج عليه وتبدأ تشوفه وتبدأ تشوف الدنيا فيها عاملة ازاي. ده مش مهمتي، او بمعنى اصح مش مهمتي ان انا جاي اصلح الكون وكده. انا جاي افهمكم بس حاجة واحدة بس، ان ربنا سبحانه وتعالى رضاني بكتير جدا الفترة اللي فاتت، على الرغم ان الصفحة بتاعتي كان موجود فيها حظر لمدة سنة، بعد ما الحظر اتفك ربنا سبحانه وتعالى كرم، بقى في ناس كتيرة بتتفرج عليا من جميع انحاء العالم العربي، ودي حاجة جميلة جدا بسطاني ومخلياني لحد دلوقتي شايف ان الدنيا فيها امل، ان في ناس كتيره جدا هتسيب محتويات ملهاش اي لازمه، او بمعنى اصح ان هي بتتفرج عليها بس ايه فضول مش اكتر من كده، ورايحه للمحتوى المهم اللي هو المحتوى التعليمي، حتى لو كان محتوى ترفيهي او حتى كان محتوى اي حال من الاحوال يعني اللي انا بتكلم فيه. المحتوى الرياضي برضو في ناس كتيره جدا عندنا في المحتوى الرياضي جميله جدا. النقطه اللي انا عايز اوصلها، يمكن نكون احنا ناس بتعرف تعمل فيديوهات، بتعرف تعمل حاجات كويسه جدا، في ناس كتير مش قادرة توصل المعلومة بتاعتها عن طريق الفيديوهات أو عن طريق الميديا وكده، فيمكن يكون ربنا سبحانه وتعالى مسخرنا للقصة دي، اللي انت بتنقل اختراعات وبتنقل اي حاجة من الحاجات اللي زي كده بتكون موجودة جديدة بتنقلها للناس. وكفاية انت اتعرفت على حد باشمهندس محمد جمال اللي هو كان عامل الاختراع بتاع ازاي تمشي الميكانيكا بالهيدروجين، محمد الكومي برضو نفس الطريقة. في ده كفايه بالنسبه لي، كفايه ان انا اتعرفت على ناس مثلا في مجال الرياضه، وانا اساسا كده اساسا خريج تربيه رياضيه، بس هم شاطرين جدا في موضوع الميديا بتاعت الرياضه. اللي انا عايز اوصله واللي عايز اتكلم فيه، ان انت النهارده قلقان، ممكن تكون قلقان من المحتوى بتاع بابي ومامي والكلام اللي زي كده اللي احنا عمالين بنتفرج عليه، بس ده هيضيع، ده هيدوب، مش هيفضل كامل، مش هتفضل شايفه على طول، لا والله صدقني هيختفي وزي ما اللي قبله قبل كده اختفى، وزي ما هم بيحاولوا ان هم يبداوا يظهروا تاني باي حال من الاحوال. يا جدع ده يعني بيوصل الحال ان هم يعملوا طلاق سوري قدام الناس عشان خاطر يعملوا فيوز وبتاع حاجات زي كده. دي يا جماعه مش عايز اتكلم ان هي كارثه، ومش عايز اتكلم مش عارف ايه، مش قضيتي، بس القضيه اللي انا بتكلم فيها دلوقتي، شوف قله الكرامه بتاعت الناس وصلت بيهم لحد فين، ان هم ممكن يعملوا ايه في نفسهم وفي شكلهم قدام الناس. دي كارثه كبيره، هي دي كارثه كبيره، لكن مش الكارثه الكبيره مثلا ان هو يطلق مراته، لا يطلق ولا يزفط ولا يعمل اي حاجه، بس هو ده اللي انا بتكلم فيه. عموما اول مره افتح الكاميرا وما بقاش قلقان وما بقاش خايف، كان بحس ان انا بتكلم مع الناس ومع اخواتي يعني. وان شاء الله باذن الله الايام الجايه هتثبت المحتوى النظيف من المحتوى المش نظيف، واشوفكم على خير دايما ان شاء الله باذن الله في حاجات جديده. الفيديو ده بس كده صغير يعني، كنت عايز اتكلم بس معاكم بس مش اكتر. استنوا مننا حلقات جديدة ان شاء الله باذن الله.